أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مخرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا أسمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا نجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتختون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلكم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون طعاما وما كانوا خالدين. ثم صدقناكم الوعد فأنجيناه ومن نشاء فأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكينكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواكم حتى جعلناكم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهيق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسخرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم
حاز ذكر من مي وذكر من قبل، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مخرجون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بالأمر يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وهم من خشيته مشفقون. ومن يكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها مخرجون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفأن مت فهو الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستخجلون. ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فنبهتوهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن
بلهم عن ذكر ربهم مقردون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متخنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننكسوها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفقات من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بك وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون والفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلكم جزازا إلا كبيرا لكم لعلكم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاكتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوه كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حركوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني برادا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم السوء الفاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفخت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصينكم من بخسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويحملون أملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناكم في رحمتنا إنكم من الصالحين وظنوني ذهبا مجاديا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا لك ونجيناك من الغم وكذلك نجزي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وخبنا له يحيى وأسلخنا له زوجك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنك آيات للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينكم كل إلينا راجعون. أفمن يكمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنكم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوقت الحق فإذا هي شاخصات أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لكم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لكم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون خسيسها وهم فيما اشتكمت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في زبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها وعبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل عزمتكم على السماء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربي أحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.